بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بتاعت النهاردة هتبقى عن الهاند الترا ساوند، برضه بنفس السيستم هنمشي نبص على النورمال اناتومي وبعدين الكومن باثولوجيز. الفلكسور تندونز بيبقى اللي هما الفلكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس. الفلكسور ديجيتورم بروفاندس بيكمل لحد ما انسيرت في البيز بتاع الديستال فالانكس، والفلكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس تندون بيسبلت انتو تو بارتس وبينسرت في البيس بتاع الميدل فالانكس. البوث اندونز بيبقوا ممسوكين بالبوليز اللي هم بيبقوا ستراكشرز بتخلي التندون ممسوك في البونز. عندنا الاي 1 بولي دي عند الهيد تقريبا بتاع الميتاكاربال بون، بعدين اي 2 في البروكسيمال فالانكس، عند الهيد بتاعت البروكسيمال فالانكس في اي 3، بعدين الميدل فالانكس في A4، واللي عند الهيد بتاعته في ال A5 بولي. ده لونجيتيودنال سيكشن للالترا ساوند بتاع البوث تندونز. هما بيبقوا يعني اولموست حاجه واحده، الفليكسون ديجيتورم سوبرفيشالز دي الفايبرز اللي فوق والبروفاندنس اللي تحت. في ال LS الحته الهايبو ايكوك البسيطه دي بتبريزنت البولي، بيبان احسن في ال TS فيو. هنا عندنا منظر الـ TS View بيورينا التندون ساعة السبليتنج بتاعه قبل ما يعمل انسيرشن في البيز بتاع الميدل فالنكس، ده بالنسبة للفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، والبروفاندس هو بيبقى تحت ده وبيكمل لحد الديستال فالنكس. هنا ده عندنا منظر بتاع البوليز في الـ TS View، هو الهايبوكوك ستراكشر اللي بيبقى ماسك التندونز، وده الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشال ستندونز في السايد بتاع السبليتنج بتاعهم، وتحتيهم البروفاندس. الفيو ده انا بفضله وانا بعمل اكزامينشن بالذات للاكستنسور جروب، ان انا بمشي شايف تندون بوث تندونز في نفس الفيو، بحيث ان لو فيهم واحد فيه انجري طبعا او تير او كده بتلاقي السايز بتاعه زاد نتيجه الريتراكشن بتاع الفايبرز، فبقدر اعرف ان هنا ده اللي فيه المشكلة وأبدأ أبص عليه ال S و T S كويس. بالنسبة لل extensor tendons بيبقى فيها central slip بينسيرت في البيز بتاع الميدل phalanx و two lateral bands بيمسكوا في البيز بتاع ال distal phalanx. هما بيبقوا tendons رفيعين جدا، فال examination بتاعهم بيفضل إن أنا أحط جل كتير وأقف بالبروب على الجل وما أعملش compression قوي على السكن، بحس ان انا ادي لنفسي فيو كويس ان انا اقدر اشوف من اول سكين سب كوتينيوس تيشو والتندونز نفسهم. ده المنظر بتاع السنترال ستريب ودول التو لاترال باندز. وفي ال LS يعني هو صعب شويه ان هو بيتشافوا، بس لو في البروب هاي فريكونسي قوي بنقدر نشوفهم كويس. ده الانسرشن بتاع السنترال ستريب في الميدل فالنجز، ودول ده واحده من اللاترال باندز في الانسرشن بتاعها في الديستال فالنكس. بنعمل برضو اكزامينشن للانر كولاترال ليجمنت. اهميته ان احنا طبعا في اللي هي جيم كيبرز ثامب بيبقى بيحصل له تير، ممكن يبقى كومبليت تير او بارشال ثيكنس تير، وساعات بيحصل ريتراكشن لجزء من الفايبرز تروح تحت الابدكتور ابنروزز، وهنا تعمل حاجه اسمها ستينرز ليجن هنجي لها بعد شويه. حاجه تانية بنعمل لها اكزامينشن برضو في الاكستنسور جروب اللي هي الساجيتال باند. دي حاجه عامله زي البولي كده برضو، بتمسك التندون في البون، بنشوفها عند الميتاكاربال هيدز، حط البروف في المكان ده وبعمل اكزامينشن الهاند وهي مقفوله كده بمنظر الفيس ده وهي مفتوحه. لو فيهم انجري في اي سايد منهم، يعني دي ده الاكسنسور تندون وهنا ده دول البوث ساجيتال بانز، لو في اي انجري في واحد منهم بيحصل التندون ديسلوكيشن لما البيشنت بيقفل ايده بالمنظر ده، فبعمل له اكزامينشن وهو فاردها وهو تانيها واشوف هل في يحصل في ديسلوكيشن ولا لا. هنا هنشوف فيديو على الاكزامينشن بتاع الفليكسور جروب. هنا الميتاكاربوفلانجيال جوينت، ممكن اخلي البيشنت يتني البروكسيمال انترفالنجيال جوينت عشان اشوف الموشن والديناميك اكزامينشن للتندن واتاكد ان ما فيهوش تريجر فينجر.
الايكوجينيك ستراكشر هنا ده هو الفولر بليت، هنا البروكسيمال انترفرنجال جوينت، وهنا الديستال انترفرنجال جوينت، وده الانسرشن بتاع الفليكسو ديجيتورم بروفاندس. السوبرفيشاليس بتنسرت هنا، في ستراكشرز هنشوفها كده اللي هي هايبو ايكويك فوق دي، ده المنظر بتاع البوليز. وهنا برضو دايناميك اكزامينيشن والفولر بليت، لان البولي لو في ثيكنينج او اي باثولوجي ممكن يبدا يعمل تريجر فينجر، هو ده البولي. اشوفه طبعا احسن في التي اس فيو اهو، ده انازوتروبي اللي هو الارتيفاكت اللي قلنا عليه قبل كده. هنا ده منظر البولي، وبعدين هنا منظر التندنز فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس، وبعدين هنا عند السبليتنج بتاع الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. الاكزامينشن بتاع الاكستنسور تندن بيبقى رفيع جدا، يمشي معاه لحد الانسيرشن بتاعه. هو لو في اي انجري بيبقى فيه طبعا باكلينج وانكريز ثيكنس فوكال ثيكنس، وبعمل التي اس كومباريزن ما بينه وبين التندونز اللي جنبين اللي هما النورمال. دي الطريقه اللي بعمل بيها اكزامينيشن للساجيتال باند، بحط الجل ما بضغطش قوي، الاكستنسور جروب كله بعمل له اكزامينيشن بالطريقه دي. ده المنظر، ده الجل بره، وده الاكستنسور تندون، وهنا دي الساجيتال باند. اعمل اكزامينيشن والبيشنت فارد ايده والبيشنت قافل الفيست عشان اشوف في ديسلوكيشن هيحصل ولا لا. هنا هنبدا الباثولوجيز. طبعا التندون تير ده one of the most common pathologies. عندنا هنا افالجن فراكشر مع تون تندون بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. هنا في الالترا ساوند شايفين مكان الفلويد، مكان الافالجن، وادي البوني فراجمنت، وهنا عندنا الريتراكتد فايبرز بتاعت التندون مع البوني فراجمنت. ده اكزامبل برضو للفليكسور جروب، ريتراكتد فايبرز زي ما احنا شايفين بتاعت التون، التون فايبرز، ودي البروكسيمال فايبرز، وهنا في فلويد جاب ما بينهم. احنا طبعا بنحدد مكان التير فين، فوق انهي عظمه، مكانه فين بالظبط، الديستنس بتاعت الجاب قد ايه، دي بتفرق مع الناس اللي هتعمل سيرجري بعد كده عشان يصلحوه. بالنسبه هنا برضو للاكستنسور جروب، التندون بيبقى رفيع جدا زي ما احنا شايفين، هو ده النورمال ثيكنس بتاعه، بعدين الحته دي فيها انكريز ثيكنس زي ما احنا شايفين وتراكتد فايبرز، هو مش مكمل في فلويد هنا، وهو مش مكمل لحد الديستال بارت بتاعه. فانا اتاكد بس من اليونيفورم ثيكنس بتاعه في ال LS وفي التي اس فيو كومبيرد بال الاذر فينجرز عشان اتشيك بس هل في اي باثولوجي ولا لا، خصوصا ده فيري ثين تندون، وبيبقى يعني صعب ممكن تمس فيه حاجه بسهوله. هنا اكزامبل للرابتشر بتاع البولي، هنلاقي التندون باعد عن النورمال اتاتشمنت بتاعه في البون، فدي اكيوت سيتنج فيها الفلويد طبعا باين مكان القطع، والتندون بدا يبعد عن البون في المكان ده، وده مكان البولي فوق برضو، ودي زي كرونيك سيتنج شويه. التندون ماشي بس طبعا بعيد خالص عن البون، فده اندايركت ساين ان عندي انجري في البولي اللي في المكان ده. طبعا الكومن باثولوجي في المكان ده جدا الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس، التينوساينوفايتس والساينوفيال بروليفليشن، والانكريزد فاسكولاريتي، والفلويد اللي حوالين التندونز، والبوني ايروجنز. حاجة تانية فيري كومن ان احنا بنشوفها اللي هو الجاينت سيل تيومر اوف ذا تندون شيث.
بتبقى هايبويكويك ليجن حوالين التندون، وبيبقى ساعات في مايلد فاسكولاريتي. البوينت برضو المهمه فيه ان التندون اللي معدي ريليتد ليه مع الدايناميك ستادي بيموف فريلي، ما بيبقاش مزنوق زي لو في انجري في البولي او في ثيكنينج في البولي بيبقى في صعوبه او في تريجر فينجر. لا، في الجاينت سيل تيومر مع الدايناميك ستادي بتلاقي التندن ما فيهوش اي مشاكل خالص في الموفمنت بتاعته. حاجه تانية هي الفورين بوديز، فيري كومن برضو ان احنا نشوفها. لو بقاله شويه في الجسم من بيحصل حواليه زي رياكشن او جنريشن تيشو من البودي، بنشوف المنظر ده. او لو بيشنت في ناس بيكسر في ايدها ازاز مثلا او رايش بتاع خشب بيخش في ايديه، بنشوف مالتيبل فورين بوديز وساعات بيبقى حواليهم ابسس فورميشن. ده اكزامبل للتريجر فينجر. البولي لو في اي انكريس تيكنس او باثولوجي هيبدا يزنق التندون تحتيه، زي ما احنا شايفين كده في تشينج في الكاليبر في المكان تحت البولي على طول. هنشوف دايناميك ستادي بحيث ان احنا نبقى برضو شفنا التندون وهو الحركه بتاعته صعبه شويه تحت البولي. هنا برضو another example لبولي في thickening، بس يمكن الحركه بتاعت التندون احسن شويه من الكيس اللي فاتت. باثولوجي تاني اللي هو جيبيترون كونتراكشر، ده بيبقى فايبروزز بيحصل في البالمر اسبكت او البالمر سبكتينيوس تيشو في الريليتد للفورث والفيفث ديجيت، دايما بيبقى عند الميتاكارب هيد. البيشنت بيجي بيكومبلين ان هو الصباعين دول متنيين على طول فليكس على طول، فاحنا بنعمل اكزامينشن بتلاقي المنظر الفايبروزز ده كلاسيكال عند الفورث او الفيفث ميتاكاربال هيد في السبكتينيوس تيشو، فالمنظر ده ده فايبروزز، فما تلخبطش بينه وما بين البولي لان التاني بيبقى عند بيشتكي بتريجر فينجر، انما هنا الكونديشن بيبقى مختلف شويه بيبقى الفينجر فليكست. هنا another example للفولر بليت انجري. فولر بليت هو الحته الايكوجينيك دي ما بين اللي فوق الجوينت، ساعات بيحصل لها افالجن يبقى في فلويد تحتيها حواليها زي ما احنا شايفين. الالنر كولاترال ليجمنت انجري هي الجيم كيبرز تامب، في الاكس راي طبعا بنلاقي الافالز بون بتاعت البروكسيمال فالنجز، في الالترا ساوند زي ما احنا شايفين هنا افالز بون، وهنا في انكريس تيكنس شويه في الالنر كولاترال ليجمنت. ده انذر اكزامبل، ادي الليجمنت مقطوع هنا وهنا ودي الجاب ما بينهم. لو حصل displacement للجاب دي تحت الابدكتور بونيلوزز بتبقى اسمها ستينرز ليجن، ودي بتحتاج سيرجيكال ريبير لان البوث ايدجز ما بيبقوش قدام بعض فيحصل هيلينج او يحصل فايبروز ما بينهم، لا بتبقى displaced بتضايق يعني بتعمل ليميتيشن للموفمنت بتاعت الثم. ده example النورمال انر كولاتر ليجمنت وده thickened injured ligament، ممكن هيبقى فيه partial thickness tear. ده example لستينرز ليجن، الحته الافالزد بتبقى displaced تحت الابنروزز بتبعد خالص عن الايدج التاني فدي بتبقى فليبت فدي بتحتاج surgical repair. الاكستنسور كاربي انالس تندون، ده تندون بشوفه في عند الانر اسبكت بتاع الريست. طبعا واحد من التندونز المشهورين ان هو يبقى فيه تينوساينوفايتس. تاني حاجه ان هو ممكن يحصل فيه سبلكسيشن ان هو بيبقى فيه زي ريتناكنه من فوقيه كده، لو حصل فيه انجري مع السوباينيشن يحصل سبلكسيشن للتندون والحركه البرونيشن بترجعه تاني في مكانه، فدي برضو واحده من الدايناميك ستاديز اللي ممكن نعملها في الحته دي. حاجة تانية برضو من
الفايندنجز اللي لازم ناخد بالنا منها ان احنا نتشيك الفاسكولار ستراكشرز الموجوده في الجوينت اللي احنا بنعمل له اكزامينيشن. يعني في بيشنتس بيجوا يشتكوا مثلا من هايبوفوليميك ماسل او ماسل قل البالك بتاعها شويه، نتشيك الماسل ونتشيك الفاسكولار ستراكشرز اللي حواليها. يعني في اكزامبل مثلا حاله جات لي كان الراديال ارتري كومبليتلي نورمال في الريست جوينت، بعدين البيشنت كان بيشتكي ان الثينر ماسلز فيها شويه ويستنج كده او مش زي الناحيه التانيه. فلاحظتوا ان الراديال ارتري في الاناتوميكال ستاف بوكس كان كومبليتلي ثرومبوزد، وده كان الكوز بتاع الكومبلين بتاع البيشنت. فاهم حاجه ان احنا نعمل اكزامينشن برضو للفاسكولار ستراكشرز في اي جوينت احنا بنعمل له اكزامينشن. هنا ده اكزامبل للساجيتال باند انجري، هنا ده النورمال زي ما شفناه قبل كده. هنا طبعا في انجري واضح في ناحيه من الساجيتال باند، حصل معاها طبعا سبلكسيشن للتندن، ممكن اب تو انه يبقى displaced على وان سايد من البون. شكرا، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا بالمحاضره دي.